مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كيف الصحة. في حلقة اليوم سوف نناقش موضوع مهم جدا عن الجلطة الدماغية، سوف نعجلي الأسباب وأعراضها وطبعا الطرق الطبيعية لعلاج الجلطة الدماغية. كل هذا في خلال هذه الساعتين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور إبراهيم عدوان، استشاري الطب البديل. نحييكم ونحييك دكتور إبراهيم مرة أخرى. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام لمدة ساعتين سوف طبعا نستقبل فيها كل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا استفساراتكم على موقعنا موقع الحوار على الفيسبوك. أهلا بكم وأهلا بك دكتور. يعني جلطة الدماغ يعني بس نسمع الاسم الكبير بيكون مخيف جدا للجميع، وموضوع هام جدا أيضا، لا نعرف تعريفها الطبي. دكتور كيف تعرف الجلطة الدماغية؟ الجلطة الدماغية هي انقطاع الدم والأكسجين عن جزء من المخ. نعم. انقطاع الدم عن هذا الجزء، طبعا الدم يحمل الأكسجين، وبالتالي انقطاع الأكسجين عن هذا الجزء من المخ، صحيح، هذا الجزء من المخ بيبدأ يموت إذا طبعا لم يسعف في خلال دقائق أو بالحد الأقصى ساعة. قبل أن أبين كيف الجسم ممثل في المخ عشان نفهم كيف الجلطة لما تيجي، لما يتسكر جزء من الجلطة تيجي في شريان من الشرايين الصغيرة تحت المخ، كيف الجزء هذا بتأثر. شوف الجسم كيف بتأثر، هذا المخ هنا بيبدأ، لو تكبر الصورة شوية شوف كيف تحت هنا الفوت القدم، أيوة، وبعدين الرجل، وبعدين تكبر الصورة أخي محمد شوية. يعني هو تبيان بيوضح آثار الجلطة الدماغية على الجسم. ما هو لما نفهم كيف ممثل الجسم، نعم. إذن الجزء من المخ اللي بنقطع عنه الدم بيبدأ يتأثر، سواء الرجل بيحصل هنا الشلل، القدم، العين بيحصل كذا، الرأس بيحصل وهكذا. فنبدأ هنا بالقدم، أيوة، نبدأ بالجذع، نبدأ بالإيد، بالثمب، بالإيدين، بالعين، باللسان وهكذا. فهذا الجسم كيف ممثل في المخ. إذا انقطاع جزء، لو انسد، لو حصل كلود، جلطة في أحد شرايين المخ اللي بتغذي أي جزء من هذا، هذا الجزء بنشل. هذا بالنسبة وأنا مثلتها الجلطة اسمها الجلطة الدماغية أو النوبة الدماغية، زي مثلا النوبة القلبية أو الجلطة القلبية. نشوف وهما مسميات مختلفة أو هي تحمل نفس المعنى؟ هي نفس الاسم، بس نعم. النوبة القلبية انقطاع الدم عن جزء من عضلة القلب، تمام. النوبة الدماغية أو الجلطة الدماغية انقطاع الدم عن جزء من المخ، هذا الجزء بيبدأ يموت سواء في القلب أو سواء في المخ. نشوف النوبة الدماغية كيف. السلايد الثاني محمد. انقطاع الدم عن جزء من هذا القلب، هذا القلب الطبيعي هنا، نعم. هنا القلب بتغذى بالدم من نوعين من الشرايين، اللي هي الليفت كورونري، هذا اللي على الشمال، هنا على الشمال ليفت كورونري، والرايت كورونري. الاثنين كورونري بياخذوا طبعا بيغذوا الاربع حجرات من الدم، القلب اللي هي الاذين الايسر والبطين الايسر والاذين الايمن والبطين الايمن، بيغذوا هذا الاثنين كورونري. هذول بياخذوا من الشريان الاورطي اللي هي مقوس، هذا الشريان اكبر شريان من الجسم، هو نفسه اللي بيغذي المخ عن طريق اربع شرايين رئيسيه. طيب ايش اللي بيحصل؟ هذا الطبيعي، الكورونري الطبيعي وصورة القلب الطبيعي. شوف لو حصل جلطة في الشريان، شوف الجلطة هنا، هاي صفيحة باللون الأصفر، هنا صار جلطة صفيحة، هنا إيش صار؟ انسد الشريان، فالجزء من عضلة القلب اللي انسد عنها الشريان، يعني بطل يوصلها دم، بطل يوصلها أكسجين، بدأت تموت. بالتعبير الطبي انفاركشن، انفاركشن يعني بدأت تتليف، بدأت السفلي الأسود، هذا الشيء الغامق، هذا بدأت تموت. هذه النوبة القلبية أو الجلطة القلبية. نيجي على الجلطة الدماغية. نيجي بالنسبة للمخ، الصورة اللي بعدها
يبقى هذه الهارت اتاك. نيجي هنا هذه نفس الشريان الاورطي بيغذي، بيطلع شريانين رئيسيين من الشريان الاورطي اللي هو الشريان الكاروتيد. حتى لو حطينا ايدينا هنا بنحس الليفت كاروتيد، ايوه، ولو حطينا ايدينا جنب الويند بايب بنحس الرايت كاروتيد. اثنين الكاروتيد بيطلعوا رئيسيين، بيطلع منهم اثنين فيرتبرا، هذول بيتقسموا لاجزاء صغيره وبيغذوا القلب. القلب بياخذ حوالي 20-25% من كميه الدم تاعت الجسم كله، 20-25% كميه الدم وكميه الاكسجين. أيوة. لانه مهم جدا، شوفي غني جدا بالدم والاكسجين. وزن القلب حوالي 1.5 كيلو تقريبا. تمام. 60% من القلب دهن، 25% من 60% كوليسترول، عشان يظل يقول الناس كوليسترول سيء. ما هو تعريف الجلطة الدماغية أو النوبة الدماغية؟ life threatening، يعني life threatening إذا بتهدد الحياة، هو انقطاع الانسداد جزء شريان دماغي انسد فمنع الأكسجين والدم عن هذا الجزء من المخ، فبدأت هذا الجزء من المخ بدأ يموت. هذا التعريف الطبي. إذا هو عبارة انقطاع الدم والأكسجين عن جزء من المخ، وبالتالي الجزء هذا الجزء بيبدأ يموت. إذا طبعا ما لحقناهوش خلال دقائق أو حد أقصى ساعة، في توقيت معين لابد في هذا على طول الأسرع. هنشوف الآن الأعراض، حنقول كيف تمام. كيف الآن يتصرف الإنسان. هذا التعريف. السلايد اللي بعده محمد. انواع الجلطه في نوعين، هيموراجيك. هيموراج يعني نزيف، هذا الهيموراج انه انفجار شريان من المخ فصار نزيف. هذا الشريان وين؟ اي جزء من القلب زي ما ورينا الجسم كيف ممثل، وين انفجر هذا الجزء من الشريان، هذا الجزء اللي انفجر فيه الشريان بطل يوصل له الدم خلاص، فبيحصل له شلل. هذا النوع الاول هيمورج. النوع الثاني اسكيمي يعني عدم وصول دم، يعني في كلوت، في جلطه، سدت الشريان. هذه ما اسكيميا، سدت الشريان، فهذا الجزء ايضا بطل يوصل له الدم، بطل يوصل له الاكسجين. اذا في عندنا نوعين، في هيموريجيك دموي وفي اسكيميك عدم وصول الدم. هذا انفجار الشريان لاي سبب، هنقول الاسباب هذه واسباب هذه الان. السلايد اللي بعده. هذه انواع الجلطه. اللي بعده محمد. الهيموراجيك اللي هي دمو، يعني هي عباره عن انفجار او تهتك شريان من شرايين المخ، سواء على سطح المخ او داخل المخ. اهم سبب من هذا الاسباب هي ارتفاع ضغط الدم، هايبرتنشن. هاي كيف، شوف السلايد اللي تحت هنا كيف الشريان هذا انفجر. هذا الشريان لما انفجر الجزء من المخ اللي كان هذا الشريان بيغذيه مات، لأنه بطل يصل له دم، وبالتالي بطل يصل له أكسجين، بدأ هذا الجزء يموت. فأول سبب وأهم سبب هو ارتفاع ضغط الدم، هايبرتنشن. النوع الثاني هيد انجري، إنسان حصل له حادث سيارة، حادث طريق لأي سبب. النوع الثالث بلود ثينينج ميديكيشن، اللي بيأخذ مسيلات الدم مثل الأسبرين والورفرين أو الأسبرين وهكذا. النوع الثاني بلاد بليدنج ديسوردر، اللي هو زي مرض الهيموفيليا مثلا، عندهم مرض الهيموفيليا، سيوله الدم دائما. نعم. برين انيوريزم. برين انيوريزم يعني عند التحام الشريان بالشريان منطقه بتكون ضعيفه. أيوه. بتحلها بلونينج، بتكبر. شوف اللي بعدها. هنشوف الان هذه كلمه انيوريزم. انيوريزم يعني بلونينج، انتفخ يعني. نعم. انتفاخ. نشوف اللي بعدها محمد. فهذا الانيوريزم، شوف كيف الشريان بدا ينتفخ، فالجزء اللي فيه لما ينتفخ كثير كثير بينفجر زي البالون، عشان يعني اسمه بالونه. ممكن نقول انه نزيف دكتور؟ ما هو بنزف، هو لما ينتفخ زي البالون انفجر بسيف. هانيوريزم عباره عن بالونينج، انتفاخ هذا الجزء، لانه منطقه ضعيفه فبينفجر، وبالتالي هذا الجزء من المخ اللي كان بيغذيه هذا الشريان اللي انفجر بدا يموت. هذه الهيموريجيك اللي هو النزيف. يبقى هذه اسباب النزيف، ضغط الدم والانيوريزم، واللي باخذ مسيلات الدم. نعم. واللي الهيد انجري تعرض لحوادث. النوع الثاني اللي هو الاسكيميك، يعني اللي هي قلنا عدم وصول الدم. النوع الثاني محمد، السلايد اللي بعده.
طيب يعني هذه كلها أنواع. هذا النوع الثاني اسكيميك، هذا المهم اللي اكثر من 85% من هذا هو نوع هذا اسكيميك، يعني الدم. يعني عدم وصول الدم لانه صار جلطه صغيره فيها. هذا اللي بيحصل لما البلد سبلاي ستوب. ليه؟ لانه جلطه وقفت في الشريان، منعت الاكسجين ومنعت الدم عن هذا الجزء من المخ. هذه هي الاسكيميك، هذا النوع الاشهر، وطبعا اهم سبب فيها هي اللي هي ارتفاع ضغط الدم. هنا هذه الجلطة بمعناها الطبيعي الكلي. في نوع من الجلطة مؤقت اسمه ترانسيت اسكيميك، ترانسيت مؤقت، اسكيميك يعني عدم وصول الدم اتاك. هذه بتحصل، هذا بنسميه احنا ميني ستروك، يعني جلطة صغيرة. يعني ايه جلطة صغيرة؟ يعني بتيجي لمدة دقائق، في الحد الاقصى ساعات عابرة، ومن ثم عابرة ايوه دقائق وثواني ساعات بتحصل. بكون الانسان قاعد بصير دوخه، بصير يعرق، بصير ايده في تنميل، كلامه بتقل، جسمه بتقل. نعم. بعدين بتروح. هذه مؤشر قوي انه الانسان بعد كذا لو ما خدش علاج داخل خلاص حيدخل في الجلطه بالصوره الكليه. هذه ترانس اسكيميك يعني ممكن تكون ساعات، ممكن تكون ايام، لا بتزيد عن ايام، لا هي دقائق أو ساعات، لكن بزيدش عن يوم، بزيدش عن 24 ساعة. يعني هي مؤشر لجلطة قادمة، لجلطة قادمة لا محالة، لا محالة. هذه الجلطة القادمة ممكن تكون في ساعات، ممكن يموت فيها الإنسان بعد كذا. بس لازم في هذه الحالة اللي بيجي هذا النوع اللي هي الميني جلطة، اللي هي جلطة صغيرة اللي هي المؤقتة هذه، زي ما قلنا تاني بدوخ، كلامه بيتقل، بصير عنده تنميل في جسمه، بصير بيعرق، بصير عنده صداع. شوي وبتروح، أحيانا دقائق أحيانا ساعات وبتروح. تمام. لكن هذا مؤشر انه هنا لازم يحتاط، لازم يعمل سيتي سكان، لازم ياخذ علاج مسال وهكذا. ان نشوف هذه الاسكيميك اللي هي ترانس اسكيميك اتاك. السؤال اللي بعده محمد، طب ما هي العوامل الخطره اللي بتؤدي لجلطه؟ المخاطر الاساسيه، العوامل الخطره. اول واحد واختارها هي اللي هي الجلطه الصغيره هذه المؤقته اللي قلنا ترانس اسكيميك اتاك. تمام. اللي هي بريستروك يعني ما قبل الجلطه الاساسيه. اذا في جلطة مراحل مؤقتة. المرحله ما قبل الجلطه الاساسيه مش كل الناس بيحصل لهم، ولكن هذا بيكون لك اذا حصل له انه اجاله مؤقت. نعم. يعني معناه عمليه جلطة. تنبيه ايوه. نعم. تنبيه. لكن ممكن في ناس تجيهم جلطه ممكن يموت، ممكن ينشل في لحظة. صحيح. ممكن حتى عند النوم يعني. أنا شفت حالات من هذه. النوبة القلبية اللي بنسميها التعبير الطبي مايو عضلة كارديال قلب انفاركشن، يعني بيموت الجزء من عضلة القلب. لما يكون هارت أتاك عند الإنسان بيكون مهيئ أن يجي له كمان ستروك. النوع التالي أتريال فيبريش، أتريال اللي هي الأذين. الأذين الأيسر في حاجة اسمه ساينس نود اللي بتطلع الشحنات الكهربية، هذا اللي بتخلي القلب ينبض. هنا بصير أكثر من ساينس نود، أكثر من مكان بصير يطلع شحنات كهربية مختلفة. بصير القلب بدل ما ينبض بانتظام ينبض بسرعة وينبض مختلف، بصير شحنات مختلفة، فبصير ارتعاش غير مضبوط. ولهذا بتعرفها، لا عشان كذا حنيجي في منع كيف العوامل اللي نمنع الجلطة. أيوة. يشوف النبض، وحنشوف كيف نتعلم. شوف أنا قلتها في حلقة ضغط الدم، بيكون النبض حاجتين، بنشوف النبض حاجتين. نعم. الكمية الكوانتيتي والكواليتي. يعني إيه الكواليتي؟ الكواليتي يعني 1، 2، 3، 4، 5 بروح. نعم. إذا المفروض النبضات كلها على مستوى واحد، 1، 2، 3، 4، 5 راحت، 6، 7، 8، 9 راحت، 10. إذا الكمية يكون من 60 إلى 90، لأنه النبض بيبين لنا حالة القلب، بينما ضغط الدم بيبين لنا حالة الشرايين. فالنبض لما يكون النبض غير منتظم، يعني وحدة عالية وحدة واطية وحدة ضايعة، هنا بيكون في احتمال القلب بدق بغير انتظام. يعني في بنسميها الحاله الطبيه اتريال فيبريليشن. تمام. السبب الثالث طبعا ارتفاع ضغط الدم، ولهذا ارتفاع ضغط الدم احنا قلنا دائما نقول مرتبط. السايلنت كيلر. صحيح. القاتل الصامت. ليه قاتل الصامت؟ ما بنلوش اعراض، فجاه بتلاقي الشخص اجى جلطه اذا كان ما تحكمش في ضغط الدم، اذا كان ارتفاع عالي يعني بهذا المعنى، اذا اهمل. نعم. في طبعا الدايابيتس، السكر، السموكينج، التدخين، الكحول، كمان اضيف عليه زياده الوزن.
تنزيات الوزن وضغط الدم والسكر من أمراض للتمثيل الغذائي. وهذول كلهم دكتور هاي المخاطر تجتمع للجلطة الدماغية وأيضا الجلطة القلبية. هي نفس الشيء. ما هو كله سواء. كل نفسها يعني. شرايين القلب الكورونريز تأخذ من الأورطة. شرايين الدماغ الكاروتيد تأخذ من برضو من الأورطة. في نفس الشيء. نفس الأسباب. يعني حتى لما نيجي منها حنتكلم إيش العوامل اللي ممكن تؤدي الى منع الجلطه. السلايد اللي بعده. ما هي الاعراض اللي عنده جلطه يعني جلطه هنا جلطه تيبيكال يعني. لما نسمع كلمه جلطه في تعبير عندنا بالانجليزي اسمه فاست. فاست كلمه معناها سريع. يعني فاست؟ اف يعني فيس يعني وجه. شوف كيف الوجه بيكون نازل. ناحية نازلة وناحية طالعة. بيبين يعني تكون بصورة واضحة جدا. واضح يكون نازل خالص الناحية. نزول في الوجه. إذا نزول في الوجه بيكون واحد نازل وواحد طالع. إف فيس الأي أرم كمان الإيد بتكون الذراع بيكون نازل كذا. نعم. سبيش بيكون كلامه غير ثقيل. حتى لما تكلم بتعرفش تفهم منه جملة. بيعرفش يكون جملة حتى. الثاني اللي بعدها التايم على طول. تضربي حسب البلد. احنا عندنا طبعا هنا في بريطانيا 999. نعم. اذا عنده هذه الاشياء بالاظهر طبعا هو بفقد التوازن، بصير دبل فيجن، يشوف اثنين او بطل الرؤية غير واضحه، صداع غير طبيعي لان مهما اعطيته مسكنات بيروحش. تمام. بيطلب على طول ال 999 يطلب الاسعاف عشان يلحقوا قبل ما. دكتور هذه الاعراض تحدث يعني لها توقيت معين؟ يعني الاعراض هذه تظهر بسرعه ام بمراحل ام ببطء؟ لا ما احنا قلنا المراحل تاعتها منها المحظوظه اللي اجى ميني جلطه. الجلطه اللي ما عندهم ميني المؤقت. جلطه اللي ما عنده جلطه بيكون مثلا انا شفت حالات في جنة كنا بنصلي مره في الفجر ومره في العشاء. في الفجر اجت ميني ترانسيت لحقناه. اللي في العشاء صعب الا اذا طلبنا الامبولانس مثلا اجوا بسرعه وودوه وعطوه مسيلات الدم على اساس يسيلوا الجلطه ويعملوا له علاج طبيعي وهكذا عبين ما يرجع الثانيه. غير كذا بعد اذا عد اكثر من ساعه راح يعني اما مات لانه حسب اذا كان الجلطه كبيره في شريان كبير من الدماغ راح. اذا كان اقل ممكن ينشل. ينشل زي ما قلنا كيف الجسم ممثل في المخ. هذا الجزء بينشل. طيب كيف ممكن يعرفوا او يفرقوا بين حدوث النزيف والتسكير في هذه الحاله؟ لا هنا مش حتفرق. هنا في كميه فينا الجلطه حتى يستطيعوا ان يسعفوه على حسب يعني جلطه او كذا بنعرفش هنا الا بعد ما يصير يعملوا سي تي سكان او ام ار اي وكذا حيبين. هل في انفجار مثلا انيوريزم انفجر او هو شخص من تاريخ لما ياخذ التاريخ المرضي هل عنده سكر هل عنده ضغط دم هل عنده زياده وزن هل عنده بقد ادويه تاعت هذه تعرف من التاريخ الطبي. بس احنا هنا التركيز كله هنا اسعاف المريض بقدر الامكان. ولكن يعني هل للنزيف شيء يعني علامات معينه نستطيع نستوضحها؟ لا من هو الجلطه جلطه سواء هذا السبب نزيف او كلوت. نعم. الجلطة خلاص حصلت. نعم. احنا ما نقدرش نعرف ان هذه جلطة بسبب نزيف او جلطة بكذا الا قلنا بعدين بعد ما الاول يعني الأهمية القصوى هنا اسعاف المريض. اذا قدرنا نحاول ياخذوا على طول بعد ما قلنا شفنا الاعراض على طول حتى في الاسعاف بيعطوه على طول مسيلات الدم على اساس يتخلصوا من انه بهمنا يروح الاكسجين والدم لجزء من القلب اللي توقف هذا. تمام. بعدين مع لما بشوي فوق وكذا بشوف طريقه هل عنده سكر هل عنده ضغط دم هل عنده طبعا الفحوصات اللازمه في هذه الحاله. نعم. لمعرفه اذا كان نزيف او تسكير. طيب دكتور هذه الاعراض والعلامات تاعت طبعا بلوس اوف كونشس ساعات طيب في اشخاص بيعرضوا يعني باحدى هذه العلامات كيف نفسر ذلك؟ مثلا ممكن يكون في تنميل في الاصابع في اليد في الذراع في صداع ولكن مش كلها مع بعض هاي الأعراض. لا هي مش شرط كلها مع بعض بس هو أهم ما فيها يعني هذه التيبيكال تاعت الجلطة أنه على طول الوجه بنزل. الإيد بتثقل كلامه بثقل يعني ببدأ يدوخ. يعني دكتور نفهم أنه أي علامة من هذه العلامات على طول يعني أنها مش بالضرورة كلها تكون مجتمعة في هي في الغالب المصاب. بتكون موجودة بس هذه الثلاث أشياء هي الأساسية نزول الوجه نزول الإيد وبعدين كلامه بثقل
خلاص يبقى هذه علامات الجلطة الأساسية. نعم. لكن هنا حسب صداع شديد فيه ممكن ممكن بس غالبا فيه لأنه الجزء بدأ يموت. نعم. فيش أكسجين. أقصد بمعنى أنه كثير من اللي عندهم مشكلة ارتفاع ضغط الدم دائما عندهم مشكلة الارتفاع في الصداع الشديد أو شعورهم بصداع هو شديد. هل هذا يعني أنه علامة لا أيضاً؟ هو غالبا تعين ضغط الدم عشان إحنا بنقول سايلنت كيلر يعني صارت غالبا تاع ضغط الدم. أيوة. انا شفت ناس يعني بصل 200 وشوي وما عندوش حاجه هو بالصدفه يعني انا مثلا ساعات بعمل مثلا في المساجد مثلا بعمل بقول بلاد بريشر كلينك باجي بقيس لناس الاقي عدى 200 يا رجل انت ما عندك قال لي اول مره اعرف تصور يعني وصل 200 او 200 وشوي وما عنده ممكن يكون عرض مؤقت دكتور يعني والله نتيجة تعرض ولا مثلا شيء نفسي او صدمه ما احنا قلنا الاسترس تلعب نيجي تلعب دور كبير في الموضوع. نعم. هو ستريس هل هو طبيعه اكله هل هو زياده وزنه هل هو غالبا في هذه الحاله الاسترس وعدم النوم الجيد مثلا. طيب دكتور ناخذ اتصال اسمح لي من مصر مصطفى اهلا وسهلا بك تفضل فقدنا يا ليت مصطفى يرجع لنا مره ثانيه. نعم الاسترس فهي نرجع لسؤالك سواء اسكيميك يعني جلطه او سواء نزيف هي في النهايه جلطه. انا بهمنيش السبب الان انا بهمني الحق المريض باقصى سرعه لو في دقائق صحيح. كويس لو في طبعا التوقيت مهم جدا 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 هنا. نعم. لان زي ما قلنا فاست اذا هم الفيس الـ 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 الاذراع الكلام وبعدين على طول اطلب حسب البلد احنا عندنا هنا ثلاث ساعات هذه الاعراض اللي بتعنا في الغالب بتكون هذه الاعراض موجوده بتكون داخله كثير فقد الوعي نعم. ممكن لا بس الغالبا هذه الاولانيات هي بتحدث ممكن يكون فقد الوعي كليا ممكن يفوت بدا مترنح جزء. يعني نعم. ممكن يكون عنده صداع والصداع بيكون شديد حتى ما ينفعش مع البين كيلر لكن كلامه بيكون ثقيل وجهه بيكون نازل ذراعه بيكون نازل. طيب هذه من اهم العلامات. شاهد الصوره اللي بعدها شوف السلايد اللي بعده اذا هذه كثير مهمه ما هي الورنينج ساين يعني انا واحد ما عندوش جلطه الان كيف اعرف انا اخذ بالي من نفسي اني انا رايح لجلطه انا رايح لقلب رايح لضغط دم رايح لكذا فابدا في الاتي ابدا في البريفرال يعني الطرفيه يعني وبالذات امسك شاف القدم كيف هاي القدم امسك باصبعي هذول الاثنين احط ايدي على القدم من فوق احس النبض هذه مهمه لان الطرفيه لانه كثير ناس خاصة في المتقدمين بعد 60-65 سنة بيكون عندهم هذه قليلة كمية الدم اللي رايح للأطراف فأشوف الضبض اللي فوق القدم في سطح القدم أحط أصبعين الاثنين هذول أكثر حسية من هذا أحط أصبعيني وأشوف النبض في القدم النوع الثاني اللي هو inner aspect of the ankle هذه العظمة تاعت هذا من الداخل برضو أصبعيني أحط زي ما شايف أحس النبض النوع الثالث خلف تحت الركبة يبقى هذه ثلاث أشياء هذه مهمة هذه الأماكن المهمة لتحسس بالنبض تحسس النبض لأن هذه دلالة على متى إذا كان النبض موجود في هذه الثلاث أماكن بالإضافة للضغط تمام هذا معناه أنه بدأ علامات تحذيرية مش قضية أنه حيجي مثلا قلب نوبة قلبية أو لما نقول نوبة قلبية في ذبحة صدرية نوبة قلبية مختلف عنها ذبحة صدرية يعني ضيق شريان نوبة قلبية نسد الشريان تختلف هذا لكن في هذه علامات أنه يأخذ باله علامات تحذيرية علامات تحذيرية النوع الثاني طبعا الويك بلس دائما أنا قلت للناس حتى في حلقة ضغط الدم إصبعينك تحت الإصبع الكبير حط ايدك الاثنين هذول النبض واضح في النبض بنشوف اثنين النبض ارجع اقول النبض بيمثل هيئه القلب يعني انت بتحط النبض هنا كانه قلبك اللي بينبض فلما بتحط هنا بتشوف النبض حاجتين الكميه عاده 60 ل 90 هذا الطبيعي والنوعيه يعني ايش النوعيه؟ النوعيه هل كل نبضات القلب بنفس الرتم بنفس الرتقه يعني نفس القوة ولا واحدة عالية وواحدة واطية ولا في مست يعني في واحدة اختفت زي ما قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش موجودة ستة سبعة ثمانية العشرة مش موجودة وهكذا هذه مست بيت فبتشوف أنت كميتها 60 ل 90 في الدقيقة ممكن تشوفها في نص دقيقة لكن إذا في اختلاف
أحسن شوفها في خلال دقيقة. إذن الحسبة هي دقيقة؟ دقيقة أفضل. بالضبط. أسلم. شوف حاجتين، شوف الكمية قديش والنوعية. الكمية 60 إلى 90، كل واحد ممكن يحط يده هنا. أيوة. استسمع النبض عادي. أيوة. وشوف هل الضربات كلها زي بعض ولا في ضربة واحدة قوية وواحدة ضعيفة. وحاجة ثانية، في مست بيت، كيف يعني يعرف واحد انه واحدة ضعيفة وواحدة قوية؟ بتبان واحدة خافت خالص، اختفت يعني، حتى نعم. مست بيت بنسميها. أوكي. مست يعني راحت، يعني مش يعني تيجي تحسيها. وعلى فكرة انت بتعدي بينك وبين جوا، 1 2 3 4 5، الست راحت وهكذا. فهذا كثير مهم. النوع الثاني وايد بلس بريشر، يعني لما تيجي تقيس ضغط الدم، ضغط الدم بيمثل زي ما قلنا حالة الشرايين، انما النبض بيمثل حالة القلب. الطبيعي ضغط الدم 120 الانقباضي سيستوليك. ايوه. على 80 الانبساطي، هذا ضغط الدم لما ينقبض القلب، هذا الانقباضي، هذا سيستوليك، هذا 120 طبيعي. لما يرتخي يرجع له الدم غير المؤكسد، هذا الارتخائي 80. إذن هذا الطبيعي. الفرق بينهم 120 على 80 40، هذه طبيعي. لكن في حالة اللي تبدأ في حالة الخطر أو حالة غير صحية، لو مثلا ضغط الدم الانقباضي السيستوليك مثلا كان 190 ومثلا كان الارتخائي كان 60، يبقى الفرق بينهم قديش؟ صار كثير، أكثر من 40. هنا يعني في خوف، وهذا بنسميه وايد بلس بريشر، هذا كمان من علامات الخوف. الحالة الثانية باستمرار الواحد كل أسبوع على الأقل يقيس ضغط دمه، وهذه مش صعبة، ضروري جدا. لكن ما تعتمدش أنت بدك تستنى لما يصيبك المرض وبعدين تبدأ تعالج الشيء، لأنه الستروك ما بتستناش. صحيح. في علامة مهمة جدا جدا اللي هي الأذن. الأذن، وأنت طبعا لما شرحت لنا يعني حقيقة لأول مرة نعرف هذه المعلومة الهامة جدا عن طريق الأذن. هذه أبحاث يعني بدت من اسمها حتى فرانكس ساين، بدت في السبعينات. نعم. والثمانينات دكتور فرانك لما لاحظ مرضى، هو مرضى الحالات العقلية يعني مثلا الزايمر، حالات الباركنسونز، حالات الكذا، فراح كمان لقى انه تعين الستروك، بدوا يعملوا يجيبوا مثلا 400-500 مريض يشوفوا مثلا يشوفوا اذانهم. نشوف بس لماذا الاذن دكتور؟ كويس، سؤالك كويس. نشوف الان، نشوفها في الصورة التوضيحية. هذه الأذن الطبيعي ما فيش فيها، اللي على اليسار طبيعية تماما. طبيعية. نعم. هنا دياجونال، يعني ممكن يكون هوريزونتال بيكون مش خطر زي دياجونال. نعم. اللي هي دياجونال يعني مائل. أيوة. يعني مائل كذا. أوكي. فالطبيعي ما فيهاش دياجونال. ليه الأذن؟ أنت فاكر في الجاوت في مرض النقرس لما قلت بيصيب الإصبع الكبير والأذن المعرض أكثر، لانه هذه الاذن الحلم هذه شو بسمي عندنا الحلم هذه غني جدا بالدم، حساسه، منطقه حساسه، حساسه لانه نعم. غني جدا بالدم، عشان كذا بتلاقي ساعات تدفق الدم فيها. أي نعم. اقوى. اي نعم. نعم نعم. فوجدوا لما هذا الدور يعني بطل يصير لها دم، يعني هذه علامه انه زي اطراف البلس بطل يصير لها كم دم، فوجد انه هذه علامه مش بس الستروك، الكورونري ارت ديزيز يعني امراض القلب، الالزايمر، المرض المرض العقليه كمان. نعم. فعلامه كثير كويسه، ابحاث كثير كثير من السبعينات بادي هذه الابحاث، الان بدت تظهر اكثر واثبتت يعني. نعم. على الأرض. اي نعم نعم تمام. اذا هذه علامه من العلامات الهامه جدا ملاحظتها. نعم. طيب بس في سؤال قبل ما ناخذ الفاصل، في حالات الاغماء او شبه الاغماء في إمكانية اللي طبعا يعني لتشيك على النبض، بس كيف ممكن يكون النبض في هذه الحالة؟ ما هو هنا في الحالة إذا قصدك يعني إذا جاء ستروك حالة. نعم. لا، إذا جاء ستروك ما فيش فوق النبض، بدي أطلب الإسعاف. لما يجي الإسعاف ممكن أخذ النبض، ممكن أعطيه. كيف بيكون حالة النبض؟ لا، النبض يكون راح، ممكن هذا القصف يعني بيكون. نعم. لانه خلاص ما فيش كميه دم واصله للبرين. نعم. بس انا مش في النظر الان، في اهم شيء عندي زي ما قلنا الرابع. نعم. فاست اف فيس ايل ارم اس سبيش الكلام. نعم. الذراع، تي الوجه، تي التليفون يعني 999 او حسب البلد الموجود فيها مثلا. لكن سريع. النبض مش النبض، حاجه اخرى هذه. طيب دكتور خلينا ناخذ فاصل مشاهدينا الكرام قصير
ومن ثم نعود لمناقشة بقية الأسباب والأعراض لمشاكل الجلطة الدماغية، وبالتأكيد سوف نعرج أيضا لأهم العلاجات الطبيعية. كونوا معنا. أضواء على الأحداث لهذا اليوم نناقش الملفات التالية: أبعاد لا تنتهي. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من قضية وحوار: احتجاجات اجتماعية في المغرب، الأسباب والتداعيات. أما أن تكون الحكومة كما يعبر عنها المغاربة بحكومة المحكومة، فإنه بطبيعة الحال ستبقى هذه الحكومة مجرد آليات لتنفيذ المغاربة عموما يطالبون بالعدل في توزيع الثروات. أما أن تكون هنالك يعني حلول صورية، فإن تلك الحلول الصورية لا تزيد الموقف إلا سوءا كما نرى الآن. يعني مع الدكتور محمد الحساني، قضية وحوار يأتيكم في الأوقات التالية. تشاهدون في لكل زمان ومكان لهذا الأسبوع المفتي بين تتبع الرخص والأخذ بالعزائم. من نستفتي؟ وماذا يجب على المفتي أن يضع باعتباره عند الفتوى؟ هذه التساؤلات يجيب عليها الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فضيلة الشيخ حسين حلاوة. يمكنكم إرسال أسئلتكم الفقهية على البريد الإلكتروني للبرنامج fatwa@alhiwar.tv. لكل زمان ومكان يأتيكم في الأوقات التالية. احنا دخلنا على الهواء مشاهدينا الكرام، نصف الساعة من الساعة الأولى، نصف الثاني. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الجلطة الدماغية. تحدثنا مع الدكتور إبراهيم عدوان واستشاري الطب البديل عن الأسباب. سوف نعرج أيضا أو نعيد أهم المضاعفات والعوامل الأساسية والأسباب لحدوثها. أهلا بكم وكل استفساراتكم أهلا بك دكتور. دكتور، طبعا في أسئلة وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، نرحب بكل اللي شاركونا على الأسئلة، رح نقرأها بعد قليل، لكن حابة أركز أكثر على عوامل الخطورة. اليوم الجميع لا يشعر بخطورة حدوث الجلطة الدماغية، الجلطة القلبية. مفاجأة، تيجي مفاجأة، هي تأتي بشكل مفاجئ. وأيضا يعني ممكن الواحد يتوقع، لأنها تحدث حتى الآن في عمر صغير، في عمر الشباب. يعني في الآونة الأخيرة نسمع عن وفيات في أعمار شباب ماتوا من بعد اكتشفوا بعد الفحص طبعا للجلطات. كنا زمان بنقول مثلا أمراض القلب تيجي للكبار، يعني أنا وأنا بعمل تخصص القلب في مستشفى القلب هنا صرت أشوف شباب صغير يجون على المستشفى عندهم مرض القلب، شيء غريب يعني. نعم. عشرينات وثلاثينات فيظهر الحياة الستريس اللي احنا عايشين فيها والحياة اللي احنا عايشين فيها. نجيب
العوامل الخطرة أخي محمد، عوامل الخطورة، عوامل الخطورة. نرجع تاني من الأول، لا نرجع تاني من الريسك فاكتورز، رجعنا من الأول. لو ترجع من الأول هذه ورنينج ساين. طيب نرجع تاني، نرجع لبداية الصورة. لكن دكتور يعني برأيك يعني كطبيب حضرتك، يعني ما هي أهم الأسباب اللي تحدث لفئة الشباب الجلطة يعني برأيك، غير أنه يعني عوامل الستريس أو مشاكل أخرى؟ يعني لا أدري، يعني هل هو الغذاء، هل هي يعني العادات يعني الغير صحية؟ أنا بعتبر الستريس سبب مهم، طريقة الغذاء، السمنة بالعبد الله، لأنه زي قلنا السمنة يعني ضغط دم، يعني سكر. وهذه الثلاثة اسمها ميتابوليك ديزيزز، ميتابوليك سندروم، يعني عوامل التمثيل الغذائي. فصار صغير ولا كبير، واحد عنده سمنة يعني معرض للقلب، يعني معرض للضغط. إلا طبعا حاجة ثانية لأي حد، تدخين، عدم الحركة، هذا ما هو السمنة. نعم، ما هي السمنة معناها أكله مش مظبوط، فيش حركة، العادة الحديثة اللي هي اللابتوب نمط الحياة اللي بنعيشه، الأطفال الصغار اللي بيطلعوا الآن أصبحوا القاعدة قدام السمنة المفرطة. طيب نرجع مرة ثانية بس نذكر عوامل خطورة الإصابة بجلطة دماغية، هذا الريسك فاكتور. إذا دائما نأخذ بالنا، هذه كثير مهمة، اللي هي الجلطة الصغرى من الجلطة، أيوة، اللي هي ما قبل الجلطة، اللي هي ما قبل الجلطة الأساسية. نقول عنها مؤقتة عابرة، مؤقتة هي اسمها مؤقتة عابرة. نعم. هي اسمها ترانسنت اسكيميك أتاك. وليش اسكيميك؟ هي أجت إنها في جلطة، لأنه زي ما قلنا إذا قسمين الجلطة هيموريجيك دموي، هذه غالبا تيجي أما في ارتفاع ضغط دم عالي جدا. انفجر، أنا شفت بعض الحالات المشهورة يعني في الحياة الاجتماعية بتاعتنا. أيوة. شفت بعض الحالات دون ذكر أسماء، ارتفع الضغط الدم تاعهم ثم انفجر، انشل عميت يعني، واحدة مشهورة فقدت النظر وانشلت بالكامل، كلامها راح وبعدين ماتت. يا الله. لكن الأساسية بتاعت الجلطة أكثر من 95% هي الإسكيميك، يعني جلطة حصلت. الجلطة حصلت، وهذه أنا قلنا لكي إنه الواحد أجا جلطة اللي هي العابرة المؤقتة، يعني صار عنده تنميل، صار عنده دوخة، صار عنده تعرق، صار عنده دايخ، بطل كلامه ثقل، بتقعد دقائق أو ساعات وتروح، لكن خلاص هنا 100% حيجي جلطة لو ما أخذش بالأسباب يعني أو أخذ علاج. نعم. يعني هذه فرصة أنه لا يكشف بشكل سريع. نعم. MRI وهكذا. الواحد عنده هارت أتاك، يعني سواء ذبحة صدرية أنجاينا، يعني أيوة، ذيك في الشريان لأي سبب، أو هارت أتاك يعني جلطة، يعني صار عنده جلطة قلبية، فهذا معرض، لأنه ما دام ما فيش دم للقلب معرض للجلطة الدماغية. أي نعم، لكل نعم، من أصيب بالجلطة القلبية. نعم. بعدين الأتريال فيبريليشن لما بصير عندنا، وهذا تعرفه دائما بنقول خذ بالك من النبض. سهل، مش صعب إن الإنسان يخذ باله. نعم. كل يوم الصبح يطلع يحط أصابعه الاثنين على النبض ويشوف كم في دقيقة. نعم. 60 إلى 90 مثلا، ونوحة منتظم ولا غير منتظم، متعلم أنت مرة 2 3 10 20 حتتعلم. هذا هل من أول مرة عدم انتظام النبض يعني هي دلالة؟ لا، أو مؤشر؟ لا. نعم. لا ممكن بيشرب قهوة كثير، ممكن يكون ستريس. ممكن بيكون رياضي كثير، بيحصل هذا الكلام. أو ما نام أيضا جيد. ما هذا بيحصل. نعم. لكن لو استمرت هذا بتحصل. أنا شفت، قلت لك حكيت أنا مرة هنا عن شفت شاب 26 سنة. نعم. جات مع أهلها بالصدفة، أنا كنت قاعد في المسجد. نعم. وجابوا لي، شفتها بيصيرها ضغط الدم وأنا بشوف أنها النبض وقعت. يعني فكان النبض راح والضغط وصل حالة خطيرة، يعني بصدفة طلبنا الإسعاف وهكذا. فالضغط الدم اللي هو السايلنت كيلر، القاتل الصامت، هذا طبعا. نعم. لازم كل واحد يأخذ باله من ضغط دمه، يقيس ضغط الدم على الأقل. نعم. كل أسبوع. مو بس الضغط الدم، حتى الستريس بيحكوا إنه السايلنت كيلر. صحيح. الدايابيتس، السكر. نعم. السموكينج والكحول وزيادة الوزن، ولأنه زيادة الوزن مرتبط بضغط الدم، هذه عوامل خطر، هذه يفيد الإنسان علاجها. تمام. يعني فعلا شيء منبه، ولكن هل نستطيع نقول أن أيضا هي وراثية إذا حدثت في العائلة؟
هل في شعوب معينة ذهم أكثر تعرض أو عرضة للجلطات؟ هل في دراسات يعني تفيد بهذا الإطار؟ كنت بعمل بحث على الكوكونات وعلاقته بالجلطة. زيت الجوز الهند. فقالوا أقل ناس بيحصل عندهم الجلطة الناس أصحاب البلاد الكوكونات أويل. صحيح. إحنا في الطب التقليدي بنقول أنا. مثل الهند والفلبين. الهند والفلبين. وهكذا وإندونيسيا وش عارف إيه. فأقل عرضة للجلطة من الناس. سبحان الله. هم بيقولوا عشان الكوكونات. أوكي. اللي احنا هنا بنقول كوكونات دهن مشبع وهكذا اللي هو احدى العلاج منع الجلطه وعلاج الجلطه الكوكونات مع دكتور يعني هل هي فعلا ايضا تمت عبر دراسه مكثفه اثبت بان زيت جوز الهند فعلا هو مفيد؟ نعم. انت شو لما بتقولي دراسه مكثفه ما هو المشكله في الاعلام فين؟ ما هو دراسه مكثفه مين؟ ما هو ما في شركات ادويه هي اللي بتعمل الدراسه، شركات الادويه ميزانيتها مليارات المليارات. نعم. لما بيعملوا دراسات مكثفة أو أثبتوا الطبيعي ما هي حالات فردية ما بتعلنش. يعني بيقولوا كوكونات مفيد وإثبات عملي مفيد وناس عشرات مئات الناس تعالجوا من الجلطة وتعالجوا من السرطانات وتعالجوا، بس ما هو الطب التقليدي بيعترش بهذا الكلام لأنه عنده نموذج معين في العلاجات الأدوية. فمين اللي حيعلن الأسباب ومين اللي حيشرحها مثلاً؟ هيشرع على الأشياء. هم عندنا احنا في الطب التقليدي والله انه الكوكونات اويل دهون مشبع. يا عمي دهون مشبع هذه غير، هذا ميديم تشين فاتي اسيد، دهون مشبع متوسطه يعني بتروح للكبد والكبد بيحولها للطاقه والطاقه بتحول بتعمل سيوله الدم وبتنشط الجسم وبتنشط القلب وبتنشط المخ. ما هم ما بيعترفوش. وين الدراسة بحتى؟ طيب دكتور سألتك إصابة أحد أفراد العائلة هل يمكن أن يكون في فرصة لإصابة يعني الإصابة بجلطة دماغية؟ يعني العامل الوراثي. العامل الوراثي ما يعني أساس إذا نعتبر أنه في القلب يعني مثلا هم بيقولوا مثلا شخصية صاحب شخصية A مش بلد تايب A. نعم. شخصية A بلد تايب A هذا أكثر عرضة للقلب لأنه بيكون عنده ستريس كثير وبيكون كومبتيتيف بيعمل 3-4 أشياء في وقت واحد، هذا معرض أكثر لأمراض القلب الكورونري، معرض بالتالي للجلطة. لما نقول القلب يعني بنقول جلطة. نعم. أمراض القلب فيها نوع من الوراثي بس إحنا نعتمدش على الوراثي لأنه هرجع أقول المثل الشهير جينيتيك لود ذا جن. يعني انا مثلا انا جاي من عيله كلها سكر مثلا. نعم. اذا انا بوتنشال ديابيتك عندي سكر، لكن ديبند ايش باكل. اذا التعبير الطبي جينيتكس لود ذا جن، يبقى الانسان الجينات جاهزه حامل الجين تاع السكر. تمام. او ضغط الدم او القلب او الالزهايمر مثلا في جين معين لكل واحد منهم. لكن من البول ذا تريجر اللايف ستايل. يعني ايش اللايف ستايل؟ نمط الحياه، الستريس، الاكل، الحركه، الرياضه. تمام. فهذه مهما كنا انه في عامل جيني في عامل وراثي في عامل. نعم. فبيعتمد على الشخص نفسه. حتى القران لما قال والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت يشفي. واذا مرضت اذا يطعم يسقي يشفي لما اجي عند المرض واذا مرضت. نعم. ما حد قال لك انت كم تاكل وكيف تاكل بالضبط وايش النوع اللي تاكله وكيف حركتك ولا لا. طيب دكتور بس أيضا سؤال، ذكرت عن أمراض القلب هي حدوث جلطة، في إمكان يحدث جلطة دماغية صحيح؟ هل هذا يعني كل أنواع أمراض القلب أم في كما ذكرت فقط الجلطة التي تصيب القلب؟ لا، مو ضغط الدم واحد من أمراض الشرايين القلب. نعم. وهذا أهم أسباب الجلطة. الكورونري نفس الشيء، الكورونري يعني انسد جزء من الذبحة الصدرية، ضيق الشريان المغذي للقلب الكورونري، والنوبة القلبية انسداد، هذا ضيق هذا انسداد. يعني ضيق يعني ما زال دم وأكسجين بروح القلب، لكن النوبة القلبية لا هارت أتاك انسد الشريان، يعني ما فيش دم ولا أكسجين لهذا الجزء من القلب، وبالتالي حيتأثر الدم اللي رايح للمخ. فارتباط القلب بالمخ طبيعي، ارتباط اساسي، لانه هذا قلنا احنا احد الاسباب مايوكارديال فانكشن او هايبرتنشن. نعم. او كذا. بس للتوضيح. طيب دكتور ناخذ اسئله مشاهدينا الكرام عبر صفحتنا على الفيسبوك. اشكر كل من راسلنا طاهر وماري وعمر.
اللي بيسأل عن تردد القناة إن شاء الله رح نوضح لك إياها. محمود دكتور شبكيات محمود بيسأل في العين لها يعني عمر زمني؟ شيء الشبكية؟ نعم. الشبكية زي الإنسان. نعم. كل شيء له عمر، بس تجديدها ومحافظة عليها. زي ما أنت مثلاً هل مثلاً كل إنسان لما بيكبر لازم نتكلم في حالة الالتهاب المفاصل، هل كل إنسان إحنا قلنا في الجزء الأول من أوستيو أرثراتيس اللي إحنا بنسميه في الطب التقليدي ويرنتير إنه بقول لك بيصيب الكبار، هل كل كبير بيصيب أوستيو أرثراتيس؟ مش صحيح. هل كل كبير بيصيبه قلب؟ لا، فهو حسب على حسب أنت طبيعة نمط حياتك، طبيعة أكلك، طبيعة الحركة بتاعتك، طبيعة الاسترس بتاعتك، هذا بيعتمد عليك أنت. تمام. لكن مع الزمن طبعا هو بيبدأ يضعف، لكن بالنهاية برجع للشخص. تمام. عمات أيضا يسأل هل يوجد علاج للزايمر وكيف نتعامل مع المريض في بداية النسيان؟ هو كمان يعني الزايمر جزء منه زي ما قلنا الإيربن، جزء منه أنه أنا حكيت تعرف تكلمت ساعتين عن مرض الزهايمر. بيبدأ فقدان الذاكرة من الشخص لأنه بترسب نوع من البروتين اسمه الأميلويد. أيوه. أنا بشبهه زي الطين بتسبه، وهذا وأنا اعتبرت الآن بيعتبروا الزايمر النوع الثالث من السكر. إحنا النوع الأول تاع الإنسولين، النوع الثاني الحبوب. نعم. هذا النوع الثالث بيصير في المخ نوع من الإنسولين ريزيستنس. يعني إيش إنسولين ريزيستنس؟ يعني ببطل الجسم الإنسولينز طبيعي، يعني لما الإنسان بيأكل نشويات كثيرة أو سكريات كثير البنكرياس بتفرز إنسولين. الإنسولين وظيفته بأخذ السكر مسنجر، بأخذ الإنسولين بوديه على الخلايا اللي بتعطينه طاقة، لأنه غذاء المخ وغذاء القلب وغذاء الجسم السكر الجلوكوز. كل ما الإنسان كل نشويات كثيرة، رز وخبز وبطاطا ومكرونة وكذا وسكر وحلويات وتمور وكذا، أيوة. كل ما البنكرياس بتفاعل وبفرز كمية إنسولين كبيرة، فبيجي عليه وقت يا إما الإنسولين ببطل يفرز لأنه بتعب، يا إما بفرز كمية كبيرة لكن الجسم الخلايا ترفض تاخذ الإنسولين، بصير في الحالة اسمها إنسولين ريزيستنس، يعني الجسم يعني الخلايا ترفض الإنسولين. نفس الشيء بصير في المخ، هذه من أحد أسباب الزايمر. بعضها بيقولوا الألمونيوم الموجود في البلاستيكات وكذا، بعضها بيكون نقص مثلا بي 12، المعروف هذه كثير بي 12 بيسبب هذه الحالات، زنك نو زنك نو ثينك من هذه، وتكلمت انا بالتفصيل. وهذه كلها طبعا بريفنتبل، يعني ممكن تمنع ويعني تكشف عبر فحص الدم. إيه؟ عند اي شخص ممكن يشعر انه ممكن يكون عنده نقص، لانه هم بيعملوا السي تي سكان وبيشوفوا الأميلود، هذا النوع من البروتين اللي بيترسب في أماكن وأنا قلت وين بيترسب، بيجي في أماكن اللي فيها الذاكرة مثلا. نعم. من أعراض أهم أعراض الزايمر اللي ضعف الذاكرة ديمينشيا. أيوه. كمان من حالات إنه لازم يأخذ بي 12، لازم يأخذ الجينكو بلوبان، حطتها كمان بزيد. أيوه. الدم للمخ وعشبة كثير. أيوه. كويسة. بالإضافة ل إذا عنده أي مرض طبعا قبلها يشوف يعالج. كوكونات كثير كويس للحالة هذه، كثير كويس للألزايمر. نعم. كيف ممكن يتعامل أفراد العائلة مع المصاب بالنسيان؟ يعني غير العلاجات التي ذكرتها الطبيعية، ماذا يحتاج؟ كيف ممكن بدنا نعرف بدل النسيان؟ يعني غالبا تيجي هي في الكبار السن، غالبا لانه بيبدا الانسان يعني مثلا انه بي 12 جاي من وين اصلا؟ بي 12 موجود في اللحوم مثلا. نعم. لكن عشان يمتص لازم له حمض، لما الانسان بيكبر في السن بتقل كميه الحموضه في المعده، فحتى لو اكل لحوم لو ما عندوش بي 12 ما بنوي، حتى لو اخذ حبوب بي 12 ما بيمتصش، لازم له حمض. نعم. يعني العمليه مركب ككل. بدنا نعرف الاول السبب اللي عنده، بعدين كيف يتعاملوا معاه. بده ما هو بده جو مساعد، بده جو حنان، بده جو رعايه، بده لكن ما يأسش الانسان مثلا يستعمل جوز الهند، يستعمل ابل سيدر فينيجر، يستعمل العشب اللي اتكلم عنها. أيوه. جينكو بلوبا يستعمل اذا كان عنده نقص مثلا البي 12، اذا كان عنده نقص الفوليك اسيد، هذه ضروري لازم ياخذها، حتى والافضل ياخذها عن طريق انجكشن افضل. نعم. من لان بتضمنش الامتصاص تاع الشخص. تمام ممتاز. طيب احنا ناخذ فاصل ايضا
الكرام، ناخذ الساعة الثانية، ننتقل للساعة الثانية دكتور إبراهيم عدوان، انتظرونا مشاهدينا الكرام للساعة الثانية مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الجلطة الدماغية.